عندك فلسفة كده في اختيار الأغاني اللي هي مليانة لذاذة وشقاوة وحب وطاقة إيجابية، فلسفة خاصة بنانسي عجرم في الأغاني؟ صح، لأنه أول شيء صرت أفهم أكتر الناس شو بتحب فيي وشو بتحب تسمع مني، وصرت أعرف أنا أكتر شو بحب وين بلاقي حالي أكتر. ومع الوقت عم حس إنه أكتر وأكتر عم بعرف اختار أغاني بتحبني الناس فيها وأنا بحب حالي فيها. هلأ إن كان من الناحية يعني في أغاني شقية وفي أغاني كمان دراما كمان بحبوها الناس مني وكمان بلاقي حالي فيها، فالاثنين. اشتراكك في مهرجانات كبيرة وانتي متعودة على ده، بتسافري بلاد كتير وتلفي العالم، بيضيف ايه للفنان؟ وازاي الفنان بيبقى بيستعد لمهرجانات كبيرة زي دي سواء العالمين او غيره؟ واول انطباعاتك ايه عن مدينة العالمين؟ اول شيء كتير حلوة المدينة، انا اكيد يعني سامعة كتير وجاية على ساحل شمالي كتير، بس هون بالذات يمكن عندها طابع خاص، كل محل بغني فيه اول مرة بحس عنده طابع خاص لإلي وبحب اكتشف الجمهور اللي موجود هون والجو العام. واكيد كل المهرجانات يلي بشارك فيها اكيد هي يعني اضافه لحياتي الفنيه، اضافه لينا احنا كجمهور الحقيقي لمسيرتي، واكيد بتلاقى بجمهور بحبني وبحبه، حتى لو بتلاقى بذات الجمهور اوقات كذا مره وبنرجع على أغانينا وعلى جونا، بنغني مع بعض وبننبسط مع بعض.